السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ معاك احمد كامل من وورلد دوت، مع حضراتكم في فيديو جديد. ومعانا الميكروباص الكينج لونج، ميكروباص من الميكروباصات اللي ممتازه وكويسه جدا جدا في السوق المصري المنتشر، اللي مش هتروح اي مشوار غير لما هتشوف الميكروباص ده على ارض الواقع منتشر، بسم الله ما شاء الله عليه. زي ما حضراتكم متعودين معانا، مش هيخلص الفيديو غير لما تكون عارف كل التفاصيل الصغيره والكبيره عن الميكروباص الكينج لونج. اول حاجه احنا هنشرح الميكروباص على ارض الواقع بالصوت والصوره، كل المواصفات من الداخل ومن الخارج، وهرجع لحضراتكم في اخر الفيديو اقول لك ايه الاسعار الجديده موديلات 2025 على ارض الواقع ايه هي. انزل بقى بسرعه من الاشتراك الجميل بتاعنا، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من وورد اوتو. بيج فيسبوك هنحط اللينك بتاعها في الديسكربشن، بيبقى عليها ابديت باسعار العربيات وبنتابع اخبار العربيات اول باول. تابعون. احنا هنتكلم دلوقتي مع حضراتكم على اهم حاجه موجوده في اي عربيه، وهي الموتور اللي بتقدم بيه. طبعا زي ما حضراتكم شايفين، الموتور اللي موجود في العربيه الكينج لونج بيجي اسفل السائق الامامي. الموتور اللي موجود في العربيه الكينج لونج بيجي معاك 2300 سي سي تنفس طبيعي، 4 سلندر، 175 حصان للكربراتيرو، 193 للحقن الالكتروني. خزان الوقود بيجي معاك 70 لتر، والعربيه بتستهلك 13 لتر لكل 100 كيلو. لو هنشرح مع حضراتكم الشكل الخارجي اللي موجود فيه الميكروباص الكينج لونج، زي ما حضراتكم شايفين الاضاءه الاماميه بتيجي كلها معاك هالوجين مش ال اي دي. الشبكه الاماميه اللي بتيجي كلها من الكروم ولوجو كينج لونج الوسطي. العربيه للاسف مش موجود معاها فجات في الامام. ده بالنسبه لشكل مقدمه العربيه. لو هنيجي دلوقتي مع حضراتكم لجنب العربيه، في اول طبعا حاجه عينيك هتيجي عليها وهو التصاط اللي هي بتتقدم بيها، اللي بتيجي معاك 15 بوصه 195 على 70. ده بالنسبه للتصاط اللي موجوده في العربيه. خلوص الارضي اللي موجود برده ممتاز وكويس. العربيه استحاله تحك معاك في اي مطبات ايا كانت. العربيه للاسف مش موجود معاها اي ازاز في مي. جنب العربيه سلس وعملي ومفيش فيه اي سواك نائي. نيجي دلوقتي مع حضراتكم نشرح شكل العربيه من الخلف، تابعونا. نشرح دلوقتي مع حضراتكم شكل العربيه الكينج لونج من الخلف. زي ما حضراتكم شايفين كده لوجو كينج لونج الوسطي، والعربيه هنا مكتوب عليك 9500 اي. حرف الاي يعني بنزين، اي دي يعني ديزل. ده الفرق ما بين البنزين والديزل في العربيه الكينج لونج. العربيه طبعا المساحات اللي موجوده ورا هي صغيره، وصغيره جدا جدا. العربيه تقدر ان انت تركب لها عدد 2 اسطوانه غاز باجمالي 30 متر مكعب، ومش هيبقى فيه اي مشكله للموتور اللي راكب في العربيه، مش هيسبب لك اي ازعاج للموتور او هيبوظ لك الموتور. العربيه عادي تقدر ان انت تركب لها غاز، مفيش اي مشكله، هتوفر معاك اكتر واكتر. نخش دلوقتي مع حضراتكم نتفرج على المساحات اللي موجوده في الداخل، تابعونا. احنا دلوقتي مع حضراتكم داخل الصالون الداخلي للميكروباص الكينج لونج. زي ما حضراتكم شايفين الكرسي اللي انا قاعد عليه تقدر ان انت تتحكم فيه من الجنب في الظهر بتاعه، ان انت تقدمه للامام او للخلف زي ما حضراتكم شايفين كده في الفيديو، حاجه برده ممتاز، اوبشن كويس جدا. هنا معاك كرسي قلاب، ادي واحد، ادي اثنين، ادي ثلاثه، عدد ثلاث كراسي قلاب موجودين معاك في الميكروباص. المساحات اللي ما بينه وما بين الكرسي الامامي بصراحه ممتازه وكويسه، مفيش اي ازعاج بالنسبه لي وانا قاعد دلوقتي مع حضراتكم في الميكروباص. المساحات ممتازه، المساحات كويسه جدا جدا. طبعا لو شخص طويل المسافه برده اللي ما بينه وما بين السقف ممتازه، معاك هنا اهي اضاءه وسطيه زي ما حضراتكم شايفين. فالمساحات الداخليه اللي موجوده في الميكروباص الكينج لونج ممتازه وكويسه، زيها زي ميكروباص التويوتا اللي انت حضراتكم كلكم كنتوا بتركبوه زمان، نفس الشكل، بنفس الاسطمبه، بنفس التقسيمه، بنفس كل حاجه، مع اختلاف طبعا الاسامي. والميكروباص زي ما قلت لحضراتكم في المقدمه، الميكروباص الكينج لونج من الميكروباصات اللي اثبتت كفاءتها في السوق المصري. نخش دلوقتي بقى مع حضراتكم نتشرح ونتفرج على الصالون الامامي، تابعونا. احنا دلوقتي مع حضراتكم داخل الصالون الامامي للميكروباص الكينج لونج. زي ما حضراتكم شايفين كده، هنبص اول حاجه على لوحه العدادات اللي موجوده معاك في الميكروباص. فالجزء اللي على الشمال الخاص بالسرعات، والجزء اللي على اليمين الخاص بالار بي ام، واسفل كل واحد فيهم معاك مؤشر الحراره ومؤشر البنزين، والشاشه اللي في النص الصغيره ديت معاك شاشه الكمبيوتر. نرجع كده لورا شويه مع حضراتكم، فانت عندك ديت الطاره بتاعت الميكروباص، لوجو العربية، وطبعا الكلاكس اللي موجود فيها.
نيجي هنا على اليمين فدوت الزرار بتاع الانتظار زي ما حضراتكم شايفين كده. هنا على الوضع ده بتقفل اي هواء خارجي سواء كان عادم سيارات سواء كان التراب اللي موجود معاك في الشارع، فبتقفل اي حاجه من الكلام ده كله، بتتقفل معاك في العربيه، ما بيدخلكش اي حاجه من المواضيع دي. هنا طبعا بتتحكم في درجه البروده، وهنا بتتحكم في الهواء يجيلك من الامام او الهواء يجيلك من الخلف. الحاجات دي طبعا كلها زي ما انتم عارفين ما بتشتغلش اصلا. هنا طبعا ده الكاسيت اللي موجود معاك في العربيه، هنا بترد على مكالمات، وطبعا الكاسيت دوت موجود في بلوتوث. ديت فرامل اليد اللي موجوده معاك في الميكروباص، ودي الولاعه بتاعه الميكروباص. هنا طبعا معاك مساحات تخزين، بص هنا كده على مساحه التخزين اللي موجوده في الدرج، فالمساحه متوسطه. الخامات اللي موجوده في الميكروباص، فالبلاستيك بيعم على كل اجزائها سواء كان في البيبان سواء كان في التابلو الامامي، البلاستيك بيعم على اغلب اجزاء الميكروباص اللي موجود مع حضراتكم. نرجع هنا لفوق شويه، فانت عندك ديت المرايه الوسطيه، هنا الشماسه مش موجود فيها مرايه، نفس الكلام الشماسه بتاعت الراكب الامامي مش موجود فيها مرايه. كده احنا شرحنا كل حاجه في مقدمه العربيه، نقف دلوقتي مع حضراتكم على اخر واهم جزء في الفيديو، تابعونا. احنا دلوقتي مع حضراتكم في اخر واهم جزء في الفيديو للميكروباص الكينج لونج. الميكروباص الكينج لونج زي ما قلت لحضراتكم بتقدم بنزين وديزل، والفئه اللي موجوده معانا النهارده هي الفئه البنزين، حرف الاي بنزين والاي دي يعني ديزل. الفرق ما بين الاثنين يعني اختلاف في شكل التابلو الامامي، بيختلف اختلاف كلي ما بين البنزين والديزل. المرايات بتيجي بلون تاني غير لون العربيه الاساسي، الكراسي كلها بتيجي بلون مختلف، والجنوط العربية طبعا بيبقى موجود فيها جنوط بدل التصاط، والمرايات زي ما قلت لحضراتكم بيبقى موجود فيها اشارات وبتيجي كروم. وزن العربية البنزين بيجي 1760 كيلو، والعربية الديزل بيجي معاك 1850 كيلو. طبعا ديت الاوزان والعربية فاضية. لا هنتكلم بقى مع حضراتكم على اهم جزء في الفيديو، والجزء اللي حضراتكم كلكم مستنيينه، وهو الاسعار. سعر الميكروباص الكينج لونج الاوتوماتيك المكيف اللي موجود حاليا في السوق المصري بنتكلم في 750 الف جنيه. سعر الميكروباص موديل 2025 في السوق المصري بيجي معاك ب 750 الف جنيه. زي ما بقول لحضراتكم هعيد وازيد، ميكروباص من الميكروباصات اللي منتشره والممتازه والكويسه جدا في السوق المصري، اللي ما فيش اتنين يقدروا يختلفوا عنه. كده كانت كل التفاصيل الخاصة بالميكروباص الكينج لونج. لو في اي استفسار عند حضراتكم حابين انت تستفسروا عنه اكتبوا لنا تحت في الكومنتات وهنرد على حضراتكم. ما تنساش تعمل الاشتراك الجميل بتاعنا في زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من وورلد اوتو. بيدج فيسبوك هنحط اللينك بتاعتها في الديسكريبشن، بيبقى عليها ابديت باسعار العربيات وبنتابع اخبار العربيات اول باول. شكرا.